توفي أمس الخميس بالدار البيضاء محمد كريم العمراني الوزير الأول الأسبق عن سن تناهز 99 سنة، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد جرت مراسيم تشييع جثمان المرحوم. وأجمعت شهادة جرى استياقها عقب مراسيم التشييع أن الراحل كان شخصية وطنية بصمت مراحل مهمة من تاريخ المغرب المعاصر. واعتبرت هذه الشهادات أن الفقيد الذي تقلد مناصب مهمة في تدبير الشأن العام الوطني ارتبط اسمه بمجموعة من الإصلاحات الهامة التي عرفتها البلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن دوره الكبير في منح المكتب الشريف للفوسفات بعدا استراتيجيا وتشجيع الرأس المال الوطني على الاستثمار داخل المغرب. وفي هذا الصدد أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أنه برحيل محمد كريم العمراني يكون المغرب قد فقد رجلا بصم تاريخه المعاصر وأسدى عددا من الخدمات على المستوى التدبيري والسياسي كوزير أول في مراحل متعددة ومتتالية وصعبة في تاريخ المغرب. لا أظن بأنه أي مغربي عاش في هذه المرحلة إلا وكيتذكروا، فلذلك اليوم مشى عند الله، مشى عند الله، إنا لله وإنا راجعون، الحمد لله على كل حال، الله يرحمه ويغفر له ويسع عليه، وعزاؤنا لأسرته، نتمنى لهم ونرجو الله سبحانه وتعالى يرزقهم الصبر والسلوان إن شاء الله. الكل كيشهد له يعني العطاء الطبيعي وكذلك الـ يعني حتى الثقافة باش كان كيشتغل، وكان صديق للجميع وعرف كيفاش يجمع، لأنه من خصال الإنسان اللي كيدبر هو أنه القدرة ديالو على جمع يعني الناس اللي كتختلف الآراء وكذلك، وهذه الميزة طبعا كانت كتطبعو وكتطبعو كذلك الأخلاق ديالو والالتزام ديالو والانخراط ديالو من أجل التنمية ديال بلدنا. وكان جثمان المرحوم محمد كريم العمراني قد وري الثرى بحضور أفراد أسرته ورئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ومستشار صاحب الجلالة السيد طيب الفاس الفهري، إلى جانب رؤساء حكومات سابقين وشخصيات أخرى تنتمي إلى عوالم السياسة والاقتصاد والفكر، وجموع من المواطنين رافقت الراحلة إلى مثواه الأخير.